تحركات عسكرية جديدة تشهدها محافظة الجوف، تستعد من خلالها قوات الجيش والمقاومة لاستكمال ما تبقى من مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ أشهر. زيارة هي الأولى لهيئة الأركان العامة للجيش الوطني إلى معسكر الخنجر بالجوف لحشد الدعم المعنوي والقتالي لأفراد الجيش المرابطين في المعسكر وفي كافة جبهات القتال. وهي أول زيارة لرئيس الأركان إلى هذا المعسكر، وطبعا هذه رفعت معنويات الأفراد والمقاتلين هنا، يتلمس معنوياتهم وما ينقص عليهم من عتاد. رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد المقدشي على رأس هذه الزيارة برفقة كبار ضباط الجيش والمقاومة الشعبية بالجوف في إطار تعزيز الجهود والتنسيق بين وحدات الجيش وأفراد المقاومة الشعبية لتوسيع رقعة العمليات العسكرية وطرد مقاتلي الميليشيا والمخلوع من الجوف. نطلع على أحوالكم ونشكركم على ما بذلتم من جهد لنصرة الحق وأهله. نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نشوفكم وأنتم في صعدة بإذن الله في القريب العاجل. المقاومة الشعبية من جهتها تقول إنها تعيش حالة استعداد كاملة لخوض معركة استكمال تحرير المحافظة إلى جانب وحدات الجيش الوطني لتضييق الخناق على الميليشيا باتجاه محافظة صعدة معقل الميليشيا وكذا العاصمة صنعاء. شكرا للإخوة الذي زارونا اليوم، ونقول لهم إننا على أتم الاستعداد لاستكمال ما تبقى من المحافظة حتى نلتحق بالقتال والمقاومة مع أخواننا في باقي المحافظات الأخرى. زيارة معسكر الخنجر تحمل رسائل كثيرة إلى الميليشيا والمخلوع، ربما بأن الحسم العسكري هو الخيار الذي يجب تنفيذه على الأرض لتطهير محافظة الجوف وغيرها من المحافظات الأخرى وصولا إلى العاصمة صنعاء.